بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. جالي سؤال حد بيسألني عن الطقس القبطي، جبناه منين وإيه الميزات اللي فيه وليه متمسكين بيه وكده هو. وأنا عايز يعني باختصار كده أحكي لكم على الطقس القبطي، طقس الكنيسة القبطية. يعني أولا الطقس القبطي طقس رسولي. الكنيسة القبطية بتفتخر أن نشأتها رسولية تعود إلى القديس ماري مرقس الرسول، وده واضح من صلواتها اللي وضعوها الآباء البطاركة والقديسين في العصور الأولى، قداس القديس باسيليوس أو القديس غروريوس أو كيرولوس. كل ده دول آباء عظام من العصور الأولى وضعوا لنا هذه الصلوات وهذه الخدمات، وإحنا محافظين عليها، ودي بتورينا أهمية التقليد في حياة وصلوات الكنيسة. زائد كمان أن الطقس القبطي مرتبط بحياة الناس وبمواسم السنة. يعني مثلا يصل في موسم المياه مياه النيل، وبعدين بعد كده بيجي موسم الزراعة، وبعد كده موسم الحصاد. فالطقس مرتبط جدا بحياة الناس. زائد كمان الطقس مرتبط بالثقافة المصرية القبطية، الألحان، اللغة، الثقافة الفرعونية المصرية القديمة ارتبط بها الطقس. كمان في أغلب الصلوات في طقس الكنيسة نجدها أنها بصيغة جماعية، يعني مثلا صلاة الشكر نقول فلنشكر صانع الخيرات أعاننا وحفظنا وقبلنا، كلها بصيغة جماعية. زي ما ودي خدناها من أبانا الذي بنقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ونقول يا رب ارحمنا واجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر. واخدين بالكم؟ وده تأكيد على أن المؤمنين كلهم في الكنيسة هم إخوة، والكنيسة كلها جماعة واحدة، وبتعبير بولس الرسول الكنيسة هي جسد واحد. فاللي بيحييها الفرد بتحييها الجماعة كلها، وما يأمله الفرد بتأمله الجماعة كلها، وما يشكو منه الفرد تشكو منه الجماعة كلها. أيضا الطقس القبطي امتلأ بالشكر. دايما تلاقي في معظم صلواتنا نبدأ بصلاة الشكر، فنقدم الشكر لله أمام محبته اللامتناهية. ولو كان القداس هو تذكار لحياة السيد المسيح، تجسده وصلبه وقيامته وإرساله للروح القدس المعزي، فهو فرصة أيضا أن احنا نرفع الشكر لله وعلى معاملاته وعلى ما قدمه لنا من بركات ومن نعم كثيرة. حاجة مهمة بقى في الطقس القبطي أنه يشرح لنا أساسيات العقيدة المسيحية. ما نؤمن به هو ما نردده في صلواتنا، ما هو ما نصلي به، يعني سواء عقيدة الثالوث القدوس، سواء إيماننا بالشفاعة أو بدوام بتولية العذراء، كل دي بقى كلها هي نصوص الصلوات اللي احنا بنقدمها في خدماتنا. زائد الطقس بيحتوي كثير جدا من الحركات اللي هي لها معنى رمزي. فمثلا الكاهن لما يقف يصلي يرفع ايديه ويقول يا الله العظيم الابدي، يفكرنا بموسى النبي لما كان يرفع ايديه الشعب ينتصر، اول ما يتعب وينزلهم الشعب ينهزم. كمان بنلاحظ الكاهن لما بيلف الحمل في اللفافة ويشيلها ويقول مجدا واكراما، دي بتفكرنا بالطفل يسوع لما كان ملفوف في الاقمطة في وقت ولادته. كمان لما بنحط الحمل بنحطه في الصينية ونحطها باللفايف، دي إشارة للمزود اللي وضع فيه الطفل يسوع. ولما حملوا سمعان الشيخ وقال الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام لأن عيناي قد أبصرت خلاصك. ولما بعد صلاة الشكر بنغطي الحمل بالإبروسفارين، ده بيشير بقى لإيه؟ لهروب المسيح وأمه القديس يوسف لمصر وتغيبه وبعده عن الأبصار 30 سنة.
كمان في نقطة هامة جدا في الطقس القبطي، ان هو غني بالتكرار والتأكيد، فبيشرح لنا قصة الفداء والخلاص من أول قصة خلق الإنسان وسقوطه وخطة الله لخلاص الإنسان ومجيء المسيح وولادته وحياته وتعليمه ومعجزاته وصلبه وموته وقيامته في اليوم الثالث. فالقداس يذكرنا بكل مراحل حياة السيد المسيح. هنا بقى مش مجرد هي ذكرى، ولكنها بتخلينا نعيش حياة المسيح ونتلامس معاها ومع كل جوانبها. يتميز أيضا الطقس القبطي في القداس بالقوة، العبارات الجميلة العميقة الغنية في الصلوات. يعني مثلا في القداس الغرغاري لما نيجي نصلي بنقول: لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك مثلا. أو لما نقول: أقمت السماء لي سقفا والأرض لأمشي عليها، من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي، ولم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. هكذا كلها تعبيرات قوية يعني مؤثرة جدا لمن يتأمل فيها. أو في القداس البسيلي مثلا لما نقول في أشية الزروع أو المياه الأنهار، أو في ختام الأواشي يعني نقول: أسعدها كمقدارها، كنعمتك فرح وجه الأرض، دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل السنة بصلاحك، من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. ونلاحظ أن معظم أو كل الصلوات الطقسية مستمدة من الكتاب المقدس. وفي الخلاج الكبير تلاقي في شواهد، كل جملة في القداس تلاقيها فيه في الكتاب المقدس، فيها روح الكتاب المقدس وفيها تعبيرات الكتاب المقدس. فنلاقي مثلا القداس البسيلي ده عبارة عن مزيج من آيات الكتاب المقدس، وكل كلمة فيه ليها مرجع في الكتاب المقدس. أما عن الألحان فإحنا عندنا 6 ألحان طول السنة: اللحن السنوي العادي، اللحن الفريحي، اللحن الصيامي، اللحن الحزيني، اللحن الشعنيني، واللحن الكيهكي. أما التسبحة فنلاحظ أن الألحان فيها بتنقسم إلى نوعين: نوع في الأيام الأضام ونوع في أيام الوطس. أيام الأضام اللي هي الحد والاثنين والثلاث، دول 3 أيام، والواتس 4 أيام: الأربع والخميس والجمعة والسبت. دي ليها وزن ودي ليها وزن تاني. وهكذا الطقس القبطي تلاقيه له مميزات كثيرة جدا، وله علامات تبرزه وتجعله ميراث كنسي قوي حي ومشبع، وقادر ان هو يملأ النفس بروح الصلاة وروح التسبيح وروح العبادة. شكرا جزيلا.